اتجوزي ويك اند، يعني جواز الويك اند ده دلوقتي اي حد عنده ولاد فيقول لك لا انا طول الاسبوع مشغول في شغلي او في ولادي، هتجوز واحد ظروفه ان احنا نتقابل يومين في الاسبوع. حلو كفاية. جدا حلو جواز لذيذ قوي بجد. طبعا ليه؟ ده تصور ان ده ممكن يبقى كان حلم حياتي من زمان من وانا صغيره، حتى لو ما عندكيش ولاد او حتى لو ظروفك مش كده. كتير قوي حتى بنات صغيرين يبقى حلم حياتهم انهم يجوزوا طيار. طب ليه طيار؟ طلع ليه بقى السبب؟ هي الحته دي النقطه دي. هيبقى ايه اللي حلو في الجواز كده او ايه مميزات؟ كل حاجه. ده ايه اللي وحش؟ انت قول لي ايه اللي وحش في ستات بتبقى عايزه حياتها اليوميه فيها راجل كل يوم في احداث. لا حلو قوي الويك اند تحفه، ده فيري هيلثي صحي جدا يعني ومفيد جدا.